مبادرة من زميلنا علي وفقه الله، ولا يسعنا إلا أن نقدم لكم باسم زملائنا في محافظة جدة إن الله سبحانه وتعالى أحيانا كتب لنا الخير نتقابل بحول الله تعالى في الملتقى الخامس من بعد شهر 4 أو 5 من حبيتوا في إجازة نصف العام أو نحدد فيما بعد عنه إن شاء الله موعد الملتقى باسم زملائنا في محافظة جدة. نقدم لكم دعوة ويشرفنا ويسعدنا أن تعيدوا الكرة مرة أخرى من محافظة جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.